إبداعات متجددة في ذلك السنة تستقبلنا أكثر إشراقة من الأمس. فقط نمتلك رؤية واحدة، شركة الرؤية الواحدة للخدمات الإعلامية والإعلانية، رؤية الوحيدة لمستقبل واحد. للدعاية والإعلان على أثير الصحية FM. من الصحية موجز الأخبار نقدمه لكم من إذاعة الصحية. أهلا بكم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، وشفى 346 مصابا، في حين توفي 3 أطفال. حسب بيان المركز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس. ثانيا الأرجنتين في وزارة العدل أمس ورشة عمل حول المشروع التوعية في مجال الأمراض السارية. إدارة الخدمات الصحية بزنتان بالتعاون مع الجمعية الزراعية مع مكتب الإصلاح البيئي والمركز الوطني للصحة